أصيب حاتم بمرض شلل الأطفال منذ الولادة، وخضع إلى عدة عمليات جراحية لتصحيح طول الساق لعدة مرات، وكانت رحمة ربه عظيمة حيث ينعم الآن بصحة جيدة ويبلغ من العمر 28، وهو شاب يطمح بالكثير لمستقبله. تأقلم حاتم مع وضعه الحالي وتكيف مع إعاقته وبدأ بالعمل وإعالة والديه وإخوته في الخارج، لكن حركته الصعبة في المشي بدأت تسبب له الآلام الكبيرة فضلا عن الإحراج الذي يشعر به أثناء مشيه. علم من الطبيب المختص عن حاجته الضرورية إلى إجراء عملية تصحيحية أخرى لساقه لتجنب العرج ولتخفيف الآلام التي ترتكز على عموده الفقري بنسبة 80% وتعينه على المشي بصورة أفضل. لا يستطيع حاتم براتبه المتواضع توفير تكلفة العملية، ويناشد المحسنين العون والمساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مشكلتي بدأت وأنا صغير، وأنا كتفي صغير، كان عندي شلل أطفاء عانيت منه يمكن لحد دلوقتي. يعني اتولدت كبرت لقيت نفسي بنفس الحالة ديت كده. والدي والدتي بلغوني ان هي كانت شلل اطفال، وبدت معايا الحكايه. يعني حاولوا يجروا بيها كتير دكاتره وعمليات وادويه وحاجات، بس ده كان نصيبه اللي ربنا اراد بيه وبقيت على كده. فدلوقتي انا المشكله بس عندي ان انا بعاني من صعوبه كبيره قوي في المشي، تمام، وخاصه في شكل الحركه والمشي. اللي بمشي يعني منحني، مش بمشي مستقيم، فدي بتسبب لي مشاكل كتير قوي لما بكون بمشي، وخاصه بسبب لي انا كبير قوي في الضغط. جيت شفت الدكتور شعيب، والدكتور شعيب قال لي ماشي، فينا نعمل لك عمليه نخلي مشيتك يعني طبيعي، يعني لحد ما طبيعي، مش هتبقى طبيعي قوي او بنسبه 100% طبيعي، بس يعني ممكن بنسبه 80% طبيعي، لان انا يعني لو سني كبر كمان شويه اكتر من كده هحس بمشاكل كتير قوي في المشي وفي الام في الظهر. يعني الله اعلم باللي احسن ممكن احصل ايه بعد كده. فكل اللي انا طالبه بس ان انا اعمل عمليه، وان انا يعني اشوف نفسي طبيعي زي الناس التانية. يعني هو مش كتير على ربنا ولا كتير عليا، الحمد لله. يعني دي نعمه من عند ربنا انا معليه بيها، والحمد لله انا راضي بقضاء ربنا. بس الواحد برضه يعني يحب يشوف نفسه احسن، يحب يشوف نفسه بيجري بيتحرك بيمشي زي الناس الطبيعيين، ويمكن يعني ده املنا في الحياه بكل شيء ان شاء الله.